يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. halkan waa gudaha iskuulka John Kennedy ee ku yaalla magaalada Bloomington ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka waxaana maanta ka furmay tartanka quraanka kariimka ee waqooyiga America waa soo qaban qaabiso markaska Imaam Shatibi ee fadhigiis yahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka tartankan lagu tartansiiyo ama lagu baratimiyo dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Islaamka ee ku nool waqooyiga America ayaa waxa uu galayaa sanadkii 10-aad iyadoo sanadkan ay ka soo qayb galeen علماء الدين وأوين وشريك الجيم العالم كا سيدو عبد الشريف وحقو كم دي هاي علماء الصومالية اللي يكون نول قبل كم من سنوات اللي بركاس إن وقت جاب بدن قليه ترتن كا قران كا كريم كا كسر الله قبل كم من سنوات وحنا أودين إنه ما دابا سنة كان يا سنة كي تمنات وحيلها سنة كان يكسر كريم إيه وربا سنة لهن وحيلها إذا بعسين إنه يكسر كريم سنة لها فصعدة شخصي ذو سرقو إلهي ما هدي صحاء إن ما أنت أو بلابمي سابقا دي إمام الشاطبي سنة كيدي تولمانات إلهي مهدي زوحاء إني السي وناكسن أو بلابنتي ساكا سديدي إلا هدرتان أن إذن لها الله يو أو لحدي إيو حلجرا ولكن الحمد لله سفي عم بي أسعته واقفتي سنة كان محوك قدوية سنة دي هرة واد قرن كرتاه أدونك واحد كستا مرق ورسيبه يقبل لامان كدبنا أدب لوق رحية حتى قوارة تيجا أرضا إيماني سو أرضا يرونتي أدب لسان يعني بري هور هوا دت كوسكو قصنائين لكن هاد وحام بلاوني سنة إيهور يا سنة كامبا إن مرق ورا أرضا أو الغصة مايو طبعا مشتاق غدا وحي كسعتا برشاد الصومالية دي برشاد المسلمين تاعك عن تلك سعتا بك كادا وانا يربح انت قرنك الصومالية محل الحمد لله رندي عبد عكين هو سؤال أدو في عن مسابقة غدا سوحي كل سنة هاي ومسابقة رندي كوكا عيسوا ويران هاف مليون وحي هرمهن طوان سنة كشقين ونوان قرنية بياريبا لسينية أو كنتون كون أرديجي إلا طوان كون ayo price u helaya ardaydu waa la kaxeynaya waxa la geynaya xaramkii la xarameenkii baa la geynaya makkah madina umra la sameeyna si loo soo xiro ardaydii quraankii akhrinayeen iyo quraankii meeshii asalkiisa ku soo degay meeshii nabi maxamed kaleey salaam ku duugana iyo saxaabadii si ardaydii ay u yeeshaan xariir connection markii nin kasto Soomaaliya nin kasto muslima oo ilaahay diintiisa jecel kitaabka allah jecel وحنكو برارون لها إني هل إيهو وحبقو كلا ريبانين بشير أحمد وقد إياه أيان نور أو كم ده فلانتير كا لا شقين إيهي صدح يسرع وقود دم إيهي مرك ترتن كا قرآن كريم كا وقويه أمريكا سواق من قابسو هيدا إمام الشاطبي أي أيق لفتقود بالوحان ويديننا سنة كان إيه وحيا لها أي إشراء بقبطي لبسو كرديي ترتن كا سنة لها سنة كسكادعة إسكول كان شون كان لي أكويا لما قال هذا بوم طن قبل كام من سطع إجا وحن كا هي قوم قاوية ش أيام عاوية وحن عاونا هي سجال كل سنة يسوس عدي صدح سنة وكم ده مر كمان توكي تمنات وحن كا هي فلنتير عاوية إن برنامج كان وحاسو قوم قابين هاي ولا الله كم ده إن دجن إن مساجد ده ودن إن قبل كم من السورة وحن لا هي كونغراتيليشن همبليو sababta emeshan aan joogno wax loo dhigo ma jirto ee musabaxadan imaam shaadibi waa sanadkii 10-aad ay socoto aniga waxa ay tahay sanadkii 3-aad oo volunteer aan ka ahay alxamdulillaah laakiin abdu ismaaciil warbaahinta qaranka suu soo taa